من محبة لألعاب الفيديو إلى رائدة متخصصة في المجال التكنولوجي بالتعاون مع الشركات العالمية. نور الخضرة نموذج سعودي ملهم وقصة كفاح مسطرة بالشغف. ابتدأت من جدة حتى سان فرانسيسكو ثم العودة للبلاد مرة أخرى حاملة خبراتها وتميزها لتستثمرها في وطنها وأكيد بين أهلها. نرحب معنا بضيفتنا في الاستوديو نور الخضرة. أهلا وسهلا فيك نور. أهلا فيكي. يعطيك العافية والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا. أنت من الناس اللي احنا عارفين عنهم انه انت شغوفه مره بالعاب الفيديو وتحب لعب العاب الفيديو، انت بتلعبيها. صح. لكن عندك ارتباط وثيق بالتكنولوجيا اكثر من الفيديو جيمز، يعني يمكن الفيديو جيمز هي اللي عرفتك بالتكنولوجيا اكثر. ابغاك تكلميني عن هذا النوع من الشغف وتعلقك بالتكنولوجيا اللي تخص العاب الفيديو. انا بدات انا احب الفيديو جيمز من وانا مره صغيره اول شيء، فالشغف كان بيزيد وبيزيد وبعدين قلت اني ابى ادرس شيء مجال يعني انا احبه من قلبي. حلو. فدرست فيديو جيم ديزاين. حلو. تصميم الالعاب الالكترونيه. بالضبط، تصميم الالعاب الالكترونيه في سان فرانسيسكو. تمام. وهذا المجال اصلا فيه له تكنولوجيا كثير يعني في الموضوع، يعني انك انت تسوي ديزاين والبروجرامز اللي تستعمليها والكودينج وده الكلام كله فيه له تكنولوجيا. فبعدين بعد ما تخرجت اشتغلت في شركة سيسكو اللي هي الاي تي كومباني، فهذه شركة تكنولوجيا دخلتني اكثر حتى في التكنولوجي. تعمقتي. اتعمقت. جميل. بالضبط. فبعدين بعدها قررت اني ابى اسوي ماجستير في التكنولوجيا وريادة العمل. فرحت على لندن سويت الماجستير حقي في UCL وبعدين بدأت شركتي اللي هي وي جيك اللي هي فيديو جيم ايفنتس. اوكي ما شاء الله. وعندي مشروع ثاني له علاقه بالفيديو جيمز والتكنولوجيا كمان. طبعا احنا ما شاء الله ما بتضيع وقت. اي اسم الله عليها ومتعمقه ومتخصصه. احنا نتكلم عن هالتفاصيل طبعا يعني حبه حبه، لكن لما اعرف انك متعدده المواهب اسم الله عليك ما بين تصميم الالعاب وكمان تصميم تطبيقات الاتصالات. ايش الفرق بيناتهم بين هذول المجالين؟ وابغى اعرف لو تديني شويه تفاصيل عنها حتى استوعبها كيف ممكن الواحد يخترعها او يعملها او يبنيها. سو تصميم الالعاب فيه له شيء اسمه UI and UX، يوزر انترفيس ويوزر اكسبيرينس. طبعا انك تسوي هذه الاشياء في الالعاب مختلف عن لو حتسوي في الابلكيشنز في التطبيقات. بس الكونسبت نفسه يعني الاندرلاين كونسبت نفسه انك انت بتسهلي لليوزر انه الطريق اللي يمشي فيه اليوزر الجيرني. فهو المبدا نفسه بس يعني يتطبق على اشياء مختلفه، واحد في الفيديو جيمز وواحد في في التكنولوجي في الابلكيشن. جميل. فزتي بجائزه برايت ايدياز اوير على اساس انه انت وقتها طورتي فكره معينه لشركه كمان شركه تكنولوجيا. كلميني اكثر عن هذه الجائزه وكمان عن الفكره او التطوير اللي انت استخدمتيه معاهم. سو دحين فزت في هذه الجائزه ايش اسمه هذا في شركتي وي جيك. حلو. So We Geek basically بدأتها video game events وهي يعني ما هي video game events عادية، أجيب فيها شركات ال game developers يجوا مع ال gamers ويعملوا testing يعني اللي هم مطورين الألعاب. أيوة. أوكي. اللي يصمموا الألعاب نفسها. أوكي. أيوة. يجربوا الألعاب سوا مع اللاعبين. مع اللاعبين قبل ما الألعاب تطلع. حلو. عشان هم عادة يعملوا جيم تيستينج بس يرسلوا الألعاب لناس والناس يلعبوه وبعدين يعني يقولوا لهم الفيدباك. حلو. بس بهذه الطريقة إنه الإيفنت أصلاً فيه له ناس كلهم بيلعبوا ألعاب. تمام. فالأورجان يعني ال they get organic feedback يجيهم من الجماهير نفسهم. اي بالضبط. في نفس الوقت وفي نفس اللحظه ايش عندنا مثلا اشياء مش عجبتنا، اشياء ايجابيه او سلبيه عن اللعبه نفسها. بالضبط هذا هو. فيعني الموضوع كان يعني انه في له جيم تيستينج، في له ماركتينج، وفي له اشياء مختلفه كمان. في بنعمل لايت سايبر فايتنج كلاسز، هذا اللايت سايبر حق الستار وورز. اوكي. بنعمل حقيقي بتسووه يعني؟ ايوه ايوه. الناس بتعرف فيه. اوكي. هو اللايت سايبر فايتنج كومبينيشن من الفنسينج ومن الكندو.
اللي هو ايش الفنسي ترى يعني ترى احنا ترى انا اقطع ذراعي لو انا فاهمه المصطلحات اللي بتقوليها ارحميني انا بحاول اني استوعب الفكره بس مو قادره افهم المصطلحات. هي لعبه فيلم ستار وور. اي طيب فاين هذا الفيلم بس ايش هو الفنسنج هذا اللي قلتيه؟ الفنسنج تعرفي تعرفي توم اند جيري لما يسوي انجارد طيب هذا فبيقعد يلعبوها بس بعدين قلتي حاجتين مره غريبين اللي هي ما ادري مستحيل اتذكر. وكندو كندو اللي هو ال المارشال ارت اوكي الياباني اوكي اللي بالسيف تمام اوكي اوكي حبيت هذا التطبيق بدأت فعلي. اتخيل الفكره كيف راح تكون ايوه تطبيق فعلي بس بيكون أيوه. جميل بالضبط. طيب كمان يعني من ضمن الاشياء اللي ما شاء الله عليك سويتيها عفوا طبعا جاتك فرصه عمل في شركه لتصنيع الروبوتات بما انه عبير عندها يعني باد اكسبيرينس مع الروبوتات yeah. طيب بس ابغى اعرف ايش كانت طبيعه عملك بالضبط في هالشركه؟ اوكي سو هذه الشركه انا اكشلي بداتها مع شريكي اللي انت بداتيها مع شريكك ايوه مع okay. شريكي في الشركه اوكي جلسنا وتكلمنا عن ايش نبغى نسوي وانا ليا في الفيديو جيمز هو له في الروبوتات و وبدأنا نفكر في هذه الفكرة. حلو. So هذه الشركة احنا نصمم روبوتات ونصمم يعني تطبيق او فريمورك يعني يعلم الاطفال بين العمر 8 الى 18 حلو. كيف يعملوا كود للروبوت. كود للروبوت. ايوه بس ليش؟ عن طريق الفيديو جيمز. يعني هذه فيها برمجة ذكاء صناعي. يعني. ايوه أوكي. برمجة ذكاء صناعي تماما. ف يعني هو الموضوع صعب يعني يعني احنا بنعمله سيمبل اكثر عشان الاطفال يقدروا يعني هذا يعني الموضوع انه لو يعني ممكن تتركيه لانجينيرز 6 شهور وكلهم ماخذين بي اتش ديز في الذكاء الاصطناعي وهذا بس احنا وير سمبليفاينج ات اوكي طب وبعدين ايش راح استفيد منه الطفل معلش عشان اعرف ايش حيتعلم كيف يسوي كودينج حيصير ذكي ذكاء اصطناعي حيصير يعني ايوه والله حيصير ذكي حبيت انه يبدا يسوي كود للروبوت يعني هذا ومن عمر 8 لعمر 18 سنه فلكي انت تتخيل يعني كيف راح تكون ادائهم او اداء العقل للاطفال لكن انت كمان تعاونتي ما شاء الله مع ناسا وايسا ناسا وكاله الفضاء واي اس اي كمان برضو وكاله فضاء يعني اوروبيه انت ما شاء الله يعني عليكي ما وقفتي حاولتي تستغلي الوقت اللي عندك بانك تعبي الدنيا بالشغف اللي انت حاسته وهذا الشيء بصراحه انا فخوره فيكي الى ابعد حدود للامانه لانه عمرها يا جماعه 28 سنه ما شاء الله تبارك الرحمن وبرضه بتفكري كيف تقدري تطوري وتادي ولسه في عندك مشاريع ايضا قادمه وشركه كمان جايه ما شاء الله كلميني اكثر عن هذا التعاون اللي كان مع وكاله الفضاء سو احنا دحين هذه الشركه حقت الروبوتات بيسكلي اول بروجكت لينا فيها كنا بنعمل انه زي المارس روفر الروبوت اللي يروح على المريخ اوكي اللي هو ايوه شفته في فيلم هذا عرفته ايوه اسمه كيوريوسيتي بالضبط اوكي ويكتشف ويكتشف اذا في مويه تراب ايوه بالضبط فتعاوننا مع نفس الناس اللي هم سووا هذا المارس روفر من ناسا وإيسا وعشان نسوي روبوت زيه بالضبط بس مصغر يستخدم الذكاء الاصطناعي تمام مصغر عشان هو نفس الروبوت اللي هو في الجيم اللي بنسويه بس انه يعني موجود في الحقيقه وتقدري تعملي له بروجرام فاحنا تعاوننا معاهم يعني بالتحديد مع الجيرمان سبيس ايجنسي الناس اللي يعني كانوا بيصنعوا لنا الروبوت المصغر هذا في الوكاله الالمانيه بالضبط الوكاله الفضائيه الالمانيه تمام بالضبط فهذول الناس اللي يعني تعاوننا معهم بهذه الطريقه لانه في الموضوع البروجكت في الموضوع انه يصير في مسابقه وفي نهاية المسابقة يمكن نرسل الروبوت للطفل اللي فاز على الـ International Space Station ترسل الطفل ولا الروبوت ولا الروبوت الروبوت حق الطفل اوكي اوكي تمام عليك اسم الله يعني انا نادرا اشوف احد بهالشخصيات وتفكيره لو نبغى نقول خارج الصندوق ايه هنا فعلا انه خارج الصندوق صحيح قاعده بتسويه رائع بامانه اهتماماتك دقيقه وكثير مهمه بس ابغى اعرف منك يعني مع هالاشياء الكثيره اللي قاعده بتسويها التخصصات التقنيه اكيد انا عارفه جوك حتقولي يس هو المستقبل لكن فعليا
هل هو المستقبل او لا؟ هل حيكون المستقبل معتمد على هذا النوع من التطبيقات والتكنولوجيا او لا؟ حيكون هو الاساس؟ التخصصات قصدك انه الواحد يتخصص في ذا الشيء؟ انه يشتغل في ذا الشيء؟ يشتغل فيها لانه في الاخر هي حتخدم، في الاخر حيكون مثلا مجال عمل، هي ما حتكون بس هوايه. يعني هذا السؤال فيه له كم أيوة. موضوع ايوه يعني اشرحي لي المواضيع اللي عندك. يعني ممكن الواحد ممكن يقول انه خليني اتعلم كودينج وخليني ادخل التخصص وهذا يعني ويكون من الناس اللي بنوا هذا الشيء حلو، بس من الاشياء اللي في الذكاء الاصطناعي اللي مثلا اللي الواحد ما يقدر يعمل لها كوبي اللي هي الفنون الانسانيه. حلو، فانا اقول انه ايوه الواحد ممكن يتخصص في هذا المجال تماما، لكن في نفس الوقت الفنون صارت اهم دحين من مثلا ان الواحد يتعلم اكاونتنج ولا فاينانس يعني ولا صحيح. يعني اهم من ناحيه انه ما تقدر تستبدل بروبوت. شكرا شكرا ايوه كملي. فيعني انه دحين يعني الفنون مثلا انه الواحد يسوي ميوزك، الواحد ولا انه يرسم ولا اي شيء من انواع الفنون. المواهب الذاتيه للانسان ايوه اللي ما يقدر أيوة. الروبوت يسويها الاكسبرشن exactly. ايوه التعابير ايوه بالضبط. ففي اشياء يعني هذه يعني او ممكن الروبوت ياخذ وقت مره طويل عشان يوصل لها يعني لسه مره مو دحين. طيب قولي لي كمان فش اسمه هذا. فمن هذه الناحيه يعني انا اقول انه الواحد ما بقول للناس سدد وقارب ايوه سدد وقارب ايوه صح. يعني حلو انه احنا نتعلم. طب اوكي انا دحين اعجبت شخصيتك اكثر ممكن من الاول، بس دقيقه هسالك اخر سؤال نور. بما انك انت يعني بتعلقي او بتحبي مثلا التكنولوجيا ومتعلقه فيها وشغوفه فيها، ولكن بشكل او باخر برضو عندك وجهه نظر مختلفه تماما، بحيث انه احنا ما ننسى بارت الانسانيه اللي فينا كبشر. في ناس وانا واحده منهم جدا متخوفين من التكنولوجيا والتقنيه اللي متعلقه بالروبوتات. ايش ممكن توجهي كلمه لهدول الناس بما انك يعني سدد وقارب في ذا الموضوع؟ انا في يعني انا افكر يعني انه انا بس انا حطيت نفسي في التكنولوجيا لاني ابى اكون فيها عشان اقدر اغيرها عشان اقدر اسوي اي شيء فيها. فانا اقول انه يعني الواحد يعني الواحد يعني شوف انا من الناس اللي اخاف من الروبوتات يعني انا فعليا من الناس اللي اخاف من فكره انه ممكن في يوم من الايام تحتلنا احنا وتحتل كوكب الارض، ما تدري ايش ممكن يصير. هذه الافكار لكن في نفس الوقت اذا عملنا الروبوتات على اساس انها تخدمنا مو انها. انا اشكر اليوم وجودك معنا يا نور، يعني فعليا مواضيعك مره مهمه ويبغى لها جلسه بصراحه، نجلس على قهوه عشان ناخذ هالتفاصيل كلها. نورتينا، اهلا وسهلا فيك. مشاهدين خلينا نطلع فاصل سريع، اكيد من بعده مكملين.